بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المواطنون في سورية الحبيبة، موضوعنا اليوم رفع الظلم ورد المظالم. لقد شاء الله تعالى أن يكون عمر الإنسان قصيراً، وقد تكون دورة الصراع بين الحق والباطل أطول من عمره المحدود، فربما رأى الإنسان الفصل الأول من القصة، ورأى أولاده أو أحفاده فصلها الأخير، ومع كل هذا فهناك فصل أخير أخير لا يراه البشر في الدنيا مهما امتدت بهم الحياة، ولكن سيراه جميع الخلائق يوم القيامة. وربما تنقضي الدنيا وهناك فصول من قصص لم تنتهي: مظلوم لم يأخذ ظلامته، وظالم لم يلق مصيره، وقاتل لم تكتشف جريمته، وخائن لم تظهر للناس خيانته. إنها سنة الله في هذه الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا في حقيقتها ليست دار جزاء، إنما هي دار عمل وابتلاء. ولكن شاءت حكمة الله تعالى أن يكافئ الله بعضاً من المحسنين في الحياة الدنيا تشجيعاً للباقين، ويعاقب الله تعالى بعض المسيئين في الحياة الدنيا ردعاً للباقين وتثبيتاً لعباده المؤمنين. وشاءت حكمة الله تعالى أيضاً أن يهلك بعض الطغاة والمجرمين، وأن يؤخر بعضهم الآخر إلى حين أو إلى يوم الدين. كل هذا إنما هو دفعة من دفعات الحساب، ولكن الترصيد النهائي مؤجل للجميع إلى يوم القيامة يوم الدين. هذه المعاني كلها اختزلها البيان القرآني بكلمات موجزات معبرات. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. في الآية الكريمة لفتات عدة. اللفتة الأولى أن الله تعالى يخاطب أحب الخلق إليه، يخاطب نبيه وعبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، يقول له: قد ترى مصير بعض الطغاة والمجرمين، وقد لا ترى مصير بعضهم الآخر. فإذا كان سيد الخلق هذه حاله، فكيف بحال مؤمن مقصر في آخر الزمان؟ هذه اللفتة الأولى. وأما اللفتة الثانية فكلمة بعض تعني أن بعض المجرمين قد ينالون بعض عقابهم في الدنيا، فما كل الطغاة سيرى مصيرهم في الحياة الدنيا وإن رأينا مصير بعضهم. فليس هذا هو آخر المطاف، وإنما هو أوله، وما زال للحساب بقية. أما اللفتة الثالثة في قوله تعالى: فإلينا مرجعهم، فما دام مرجعهم إلى الله تعالى فلا تقلق أيها المؤمن، فحسابهم عسير. قال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. اللفتة الرابعة في قوله تعالى: ثم الله شهيد على ما يفعلون، إن الله تعالى مطلع على تكذيبهم وإجرامهم، إنه الشهيد جل جلاله على ما يفعلون. فاطمئن أيها المؤمن، إنه جل جلاله يقول: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا كان يعلم بسقوط ورقة من شجرة في غابة، أفلا يعلم بسقوط رصاصة أو قنبلة أو قذيفة أو صاروخ؟ وإن كان يعلم بحبة في ظلمات الأرض، أفلا يعلم جل جلاله بما أخفى الطغاة من جرائمهم في المقابر الجماعية؟
الظلم مهما اشتد ومهما طال أمده فلا بد أن يزول وينجلي. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وفي الحديث الشريف: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولكن ينبغي علينا أولا أن نرفع الظلم الداخلي الذي تعيشه أسرنا ومجتمعاتنا، حتى نستحق أن يرفع الله عنا ظلم الطغاة. فكم من مسلم قد أخذ بيتا ليس له، وقد ورد في الحديث الصحيح: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. وكم من مسلم يظلم خادما أو خادمة أو موظفا أو عاملا، فقد قال النبي الكريم: من ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ ما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء، يعني عبيده، أشهدك أنهم كلهم أحرار. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاماً لي بالصوت، فسمعت صوتاً من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. لا بد من إزالة الظلم، فكما أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فدعوة الظالم بينها وبين الله مئات الحجب. فحتى يستجيب الله لنا لا بد من أن نرفع الظلم فيما بيننا، لا بد أن يرفع الأخ ظلمه عن أخته، والزوج عن زوجته، وأن ترفع الزوجة ظلمها عن زوجها، وأن يرفع الصديق ظلمه عن صديقه، والشريك عن شريكه، وأن نتراحم فيما بيننا. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وعندما نرفع الظلم فيما بيننا نستحق بعدها أن يرفع الله عنا الظلم الذي حل بنا والذي لا كاشف له سواه. وفي الحديث الشريف: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وقوي ضعفنا وأهلك الطغاة والظالمين، والحمد لله رب العالمين.